يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا. محمد أيوب أصغر حافظ للقرآن الكريم في العالم من حفاظ الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم. معلومة أثارت اهتمامنا لدرجة السفر إلى المكان الذي أتى منه وتعلم فيه، طاجكستان. من قلب العاصمة دوشنبه والتي تعني الاثنين، انطلقنا شرقا باتجاه تشوربوغ ومعناها أربع حدائق حيث دار الحفاظ الصغار. 50 كيلومتراً من الحقول والبساتين قطعناها باتجاه الدار التي تبدت لنا كقلعة وسط الحدائق الأربع تشوربوغ. عند الباب كان في استقبالنا الشيخ سيد محمد زودة مؤسس الدار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تفضلوا. صعدنا الدرج مع أصوات التلاوة متلهفين لرؤية محمد أيوب. السلام عليكم. ها هو محمد أيوب تماما كما في الصورة، ملامح بريئة، واثقة، ذكية. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. وفي غمرة اهتمامنا بمحمد أيوب بادرنا الشيخ قائلا: وعندنا أيضا مثل محمد أيوب موجود كثير، أحد هنا. محراب الدين، 7 سنوات، حافظ. آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صلاح الدين، 7 سنوات، حافظ. وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. نجم الدين، 6 سنوات، حافظ. والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد. سراج الدين، 5 سنوات. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. لقد كان الشيخ محقا، فهذه الحديقة الدار تعمر بالحفاظ المتقنين الصغار إتقانا يفوق التوقع. لكن السؤال الذي ألح علينا أمام هذه المشاهد: كيف يتعلمون القرآن بهذا الإتقان دون معرفتهم للغة العربية؟
ثم أتيحت لنا فرصة مشاهدة الشيخ وهو يعلم الطلاب المبتدئين، لعل هذا يجيب على سؤالنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همزة اللمزة. همزة زا زا. وما أدراك. وما أدراك. أد أد. وما أدراك ما الحطمة. ما الحطمة. ما الحطمة. التي تطلع. 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 على الأفئدة. على الأفئدة. على الأفئدة. على الأفئدة. بعد أن دم لاب نشان. أفئدة. 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 الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة. إذن الشيخ يعلم تهجئة الحروف، الشيخ يتلو، التلاميذ يرددون، الشيخ يصحح، ويستخدم الشيخ أيضا بعض الأساليب الإضافية كالمسجل. والاستماع إلى قنوات القرآن. الحياة الدنيا. فما هكذا إذن، لا شيء غير عادي هنا. وتابعنا الجولة في الدار لنكتشف شيئا مثيرا للإعجاب، ففي كل غرفة حيث يتجمع الطلاب حول الطاولات لتعلم القرآن، كنا نجد على رأس الطاولة طفلا مميزا ممن أتقن حفظ القرآن، يقوم بدور المعلم، يعلم ويصحح التلاوات بلغة سليمة فصيحة. رجزا من السماء. من السماء. رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. رجزا من السماء. التي تستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. إن شاء الله آمنين مخلفين محلقين. محلقين يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر لما تبين له قال أعلم أن فلما تبين له قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشر الأكوان يا حامل القرآن. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد. وجهك شطر المسجد. بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص. وحان موعد الطعام ليستمتع الجميع بوجبة شهية، ولا يخلو الأمر من لهو طفولي بريء في الخارج. والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان.
بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. وهكذا لم نجد إجابة عن سؤالنا كيف يحفظ هؤلاء الصغار القرآن دون أدنى معرفة باللغة العربية، سوى أن عوامل متعددة قد اجتمعت لتحقيق هذا الإنجاز: اغتنام مرحلة الطفولة المبكرة للنوابغ، المدرس المتقن الماهر، الأسلوب التربوي الناجح، والمحضن المحب الودود. وعدنا من هذه الرحلة ونحن نتذكر ما قاله لنا الشيخ سيد قبل مغادرتنا: ولا يظهر لي إلا أن الله تعالى وعد في كلامه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحفظ حفظ من التحريف ومن التغيير ومن المحو. أراد الله سبحانه وتعالى أن يحفظ كتابه الكريم من التحريف والتغيير والتبديل، لهذا يسر حفظه كما قال سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يا حامل القرآن، يا حامل القرآن، يا حامل.